بالظبط. هنعمل برضو ريتش بيج لونج والنيومرس الطريقه دي، وبحط طبقه الابيثيريال بتاعتي هيبقى كيراتينايز دي الفيرميليان بوردر اللي لسه ماسحينه حالا، وهيبقى مجرد بس هاي كونكتيف تيشو بابيلي ومليانه بالبلاد بس، عشان كده بيبقى لونها احمر. وتحتها برضو شويه ايه الجزء ده هيبقى فيه رقد على المصل على طول بتاعه ايه، يبقى ده اللي بنسميها الفيرميليان بورد. طب هنشوف كده الميوكا سايد بتاع الليب ايه اللي انا هرسمه بقى مختلف. الميوكا سايد بتاعت الليب المفروض ان نوع الكفر بتاعها هيبقى ايه؟ اولا الريتج بتبقى شورت والريتج قصيره ومش منتظمه. هرسم بقى الابيثيليوم بتاعي الكبير الثيكنس بتاعه الكبير، يعني هعمل برضه بيزل لير زي ما قلنا كده كلهم ماسكين مع بعض وطول واحد. وحين بقى البريكل سيل لير بخليها شويه لارج والفراغات اللي ما بينها اقل. دول بسميها هنا بقى في الحاله دي ايه؟ استراتم انترميديا. ودول دي هنا استراتم بيزال. هيبقى فاضل بعد ما بخلصهم دول هعمل كام طبقه فوق بقى اللي هم السوبرفيشال لاير. دول هيبقى بنسميهم الاستراتم سوبرفيشال، برضه فيها جرانيولز بس قليله. دول استراتم سوبر لاير. يبقى دول الطبقات الابيثيليوم بيبقى ادخل وثلاث طبقات بس. اوكي؟ هرسم هنا ايه برضه؟ بقى في بابيلر لاير بنفس الطريقه وفي ريتيكولر، وتحت الجزء ده برضه في سب ميكوزا. بس هنا بقى بحط جلاند على فات سيل كله مع بعض، يعني احط فات واحط معاه جلاند لميكس السليبر جلاند. هنرسمهم في اخر المحاضره اللي هي ميديا السليبر جلاند دي. خلاص يبقى بحط الفات وغيره، وبعدين بختم بالمصل. المصل دي في منها بقى ال اس وفي منها تي اس على حسب ما انا قطعت اللي هي الاوربيكولاريس خالص. يبقى دي المصل هنا تحت، كل ده رائد على عضلات العضله بتاعت الليب اللي احنا بنسميها الاوربيكولاريس خالص مصل. ممكن وانا بقطعها تبقى ال اس او تي اس. يبقى هنا في طبقه في الليب برضه صاب ميكوزا بس مختلفة عن الفلت، ان انا بحط الفات سيل والجلاند كلهم مع بعض، يعني جواها هو الكومبارتمنت وهنا هتبقى المسل بتاعة الليب اللي هي الاوربيكولاريس اريس مسل، تبقى واخدة ال اس جي